معارك مستمرة في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة، حيث يواصل الجيش الوطني خوض معركة التحرير مع ميليشيا الحوثي وصالح، ويوما بعد يوم يضيق الخناق عليها. فاليومين الماضيين شهدت هذه الجبهة أشرس المعارك، من خلالها استطاع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مستعادة أجزاء كبيرة من المناطق التي كانت تحت سيطرة الميليشيا. قواتنا مسيطرة على الخط مقطوع شبه مهزولة، وهذه طبعا الواحد الصفراء النقطة هذه مدرسوا فيها وزرعوا كثير من الألقام محاصرين إن شاء الله باقي هذا الشعب معهم. السويداء والمنقاش في جبهة الصفراء شرق المديرية أصبحت تحت سيطرة الجيش الوطني بعد إن حاولت عناصر الميليشيا المتمركزة في تلك الأماكن الالتفاف على مواقع الجيش الوطني وفشلت في معركة سقط على أثرها عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا وأسر آخرون، فيما يستمر الجيش الوطني بفرض الحصار على مواقع أخرى في هذه الجبهة. يعني الحشد من قبل الإنقلابيين يعني حشد كبير جدا، حتى أنهم يريدون أن يعني يستولون على المواقع التي كانت بأيدي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. المعارك الجارية الآن تدور بالقرب من موقع السليم، البوابة الشرقية لمدينة عسيلان وبيحان، وأحد أهم المواقع المحصنة للميليشيا. وعلى الرغم من شحة الإمكانيات وغياب القطاع الجوي لطيران التحالف، إلا أن الجيش الوطني يواصل خوض معركة التحرير مع الميليشيا في كل جبهات عسيلان. بين كر وفر تتواصل المعارك هنا في جبهة عسيلان، بينما تحاول الميليشيا الدفاع باستماتة عن آخر معاقلها في محافظة شبوة. إبراهيم حيدرة لقناة بلقيس شبوة.